كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا انا اكبر بكتير قوي 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 ان انا ارد على كلام وهمي سخافات، بس ما اعرفش ان الغيره او كده توصل للناس ان هم يكذبوا في رمضان. في رمضان طنط ام محمود، ربنا اسمه الستار ولا الفضاح؟ اسمه الستار. ربنا الابغض العاصي لكني اكره من يتتبعه. ده العاصي اللي يتتبعه. ها الست دي قالت ان هي جريئه وعايزه تسوق، يعني عندي حاجات عايزه اطلعها. فانا طلعت بقول لك انا بدات اطلع حاجات، طبعا مش هطلع الالفاظ البشعه بتاعت حضرتك انت واختك المنقبه. ابشع 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 كلام سمعته في حياتي كلها. اه والله بالادله. انا بقول لحضرتك يا طنط ام محمود خليكي قد المواجهه. انت قلتي ست جريئه، واجهي ماشي، وانا مش هسكت عن حاجه. انت اتكلمتي في حاجات كتير قوي ما ينفعش خالص نتبلع تبالي عليا فيها يعني، ولازم يا طنط ام محمود تعتمدي الكلام ده، لاني انا مش هسكت. من اعتدى عليك فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك. فاللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت بتقولي ان انا بشتم الفاظ، صح؟ انا مش بشتم الفاظ خالص. ولما سعد طلع عمل فيديو، ماشي، انت عارفه ليه؟ اذا كان انت الست دي دايما كانت توقع بيني وبين سعد. انا ما اعرفكيش يعني. تبعت لي سعد بيخونك، سعد مش عارفه ايه، سعد ايه. التتبع بقى، لما انا خدت تليفون سعد وسعد خد تليفوني، فلما اتخانقنا مع بعض اخدنا تليفونات بعض، حتى الفيزات بتاعت والده حضرتك على الاي كلاود نعتمد الكلام ده مع بعض. وهي بتقول لنا طب يعني يا سعد، طب انا هقول ما علينا. كل الحاجات دي برده موجوده الحمد لله وهنسمعها برده. ايه بس ايه، واحده واحده كده. واخت حضرتك وانتي بهدلتوني والله. ده يعني مش اول واحد يتجوز يعني. بتقولي ان انت متجوزها؟ ازاي انت محمود متعرفيش يعني بجد؟ طيب لا اله الا الله. انت بتقولي لما كنت بتقولي سعد بيطلع فيديو قبل كده يا جماعه قال عليها، ما انت كنت موقعه انت محمود، ما انت كنت بتكلميني وسعد جنبي تقولي ده بيعمل كذا. ده في انا في مره اقسم بالله، على فكره سعد اول مره يسمع الكلام ده. في مره من المرات كانت بتقولي ان هو في يعني في الفيلا وسعد ما بيعملش حاجه حرام، ده اللي انا عارفه يعني طول عمري. والله اعلم انا ما شفتش. كانت تقولي ده بيخونك مع فلانه كلام كله، مش عايزه تشيليه مني ويعملي فيديو ده، وفي كان يموتني بعدها. ده انت يا طنط محمود عندك قدره على الاقناع رهيبه، والناس اللي عندك لازم تعرف ان انت واجهي. وهنتضايق ليه الناس تحبك؟ يا رب الناس كلها تحبك، بس اللي في حد واحد بيحب حد وبيشكر فيه وبيضايقه ومش هيطلع. انتوا بتدعوا لي انتوا يعني حب الناس من عند ربنا طنط محمود، ها مش بنقوله يعني عشان ايه مفيش بقى كذا. ماشي اقول لك اتحرمي عليه ما تعرفيش عليه، دي حاجه ما تخصنيش ماشي. وانا حلفت لك الفويس اللي بعته لك على عيالي، وحلفت لك واكدت لك. بتقولي اتحرمي عليه ما تحرميش عليه، ماشي عارفه استاذ المحترم، وقلت لك الكلام ده كله. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، وبحلف تاني الكذاب، بس مش هيقدر اوقع الناس في مشاكل. كان قاعد مع واحده، كانت واحده معاه كمان في الفيلا، والله العظيم ثلاثه. انا لو عايزه اودي سعد دوت معاكي في داهيه اوديه بناس اصلا اللي كانوا معايا بعت لي فيديوهات هم وبيكلمهم. الناس بعت لي فيديوهات وهو بيكلمهم. الناس معاه في الفيلا يعني، واحده رايحه الفيلا تبعت لي تقول لك ايه؟ طيب ما الكلام كله مش مترتب، ازاي واحده رايحه تقابل جوزك ابو ولادك معاه في الفيلا وهتقول لك انا مع سعد في الفيلا؟ ده كلام كتير وهري كتير وحرب اوفر قوي. بس انا بقول لك يا طنط محمود خليكي قدام الناس اللي بتتابعك، عندك حق وجريئه زي ما قلتي، وطلعي اطلعي وجهي. قولي انا عندي، سمعي الناس ماشي. طبعا الالفاظ البشعه البشعه، بصي يا طنط محمود كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده. لان ايه مش انت اللي كنتي بتبعتيها؟ طيب كل حاجه ايه بالادله. ابعتي له كل اللي بقوله لك. لا مش عايزه دي، استني يا حبيبتي هبعت لك حاجات كتير، وحلال عليك سعد الصغير لان ابص. دي لا فيها ماشي معاك كده، انا عارفه عنه بلاوي طول الوقت كده. ما عرفتش تعمل كده لاني انا عرفت بعد كده ان سعد مظلوم في حاجات كتير قوي. طب انت عايزه مني ايه يا طنط محمود؟ عايزه مني ايه؟ بتقولي اصحابك يا طنط محمود، مش اصحابي اللي بيتكلموا عني، صحاب حضرتك اللي بيتكلموا عليكي. فاكره حضرتك صاحبتك اللي انت يا جماعه فلانه الفلانيه اجدع واحده في الدنيا، نعتمد الكلام ده مع بعض. قالت على حضرتك ايه؟
ما كل الناس بتذم وبتشكر، مش كل الناس هتتكلم حلو، مش كل الناس هتتكلم وحش. الصحاب بقى دول هما اللي بيتكلموا على بعض. فانت في اجدع واحده ومسكتيها انت واختك ما شاء الله، شلفته لسبته فعلا. انا ما اعرفهاش بس سمعت ان هي جدعه جدا. حتى سعد لما راح عزاهم انت بهدلتي الدنيا لما كانوا بيتكلموا في التليفون، عشان هي زي اخته طبعا. طبعا اخت اخت يعني، هي انت عارفه هي وجوزها اخواته جدا، اخوات سعد قريبين منه. بهدلتي الدنيا عشان الكلام اللي هي، ربنا يسهل لعب ايده. طنط ام محمود بطلي تحاربي فيها بكلام كده. عندك حاجه يلا اطلعي، يلا نواجه الناس اهي. انت دخلتي الناس يحكم، وانا عايزه الناس برضو تحكم، واللي عنده حاجه يقولها. بالنسبه ل كنت مسيطره مزعليك يا طنط ام محمود؟ طب الست بقى ام الرجاله، تقولي عندك رجاله بقى ما شاء الله، الله اكبر اهو ماشي. طب بقى ام الرجاله ينفع تقول على جوزها كذاب؟ ينفع اسرار البيوت؟ حلقه استاذ احمد عبد العزيز بتقولي كان في البيت، كان في البيت وقال ده، تطلع تقول وهتعمل، ده اسرار البيوت، سيبك انت وجوزك. يعني هو دي بقى ايه يعني ايه أسرار؟ على فكره انا يوم ما كان سعد بيكلمني وحياه ولادي كنت انا اساليه يحلف على المصحف، كنت انا وسعد متخانقين ما بنكلمش بعض. وشو قلت ايه؟ قلت طيب واحنا عايزين ممكن. هي دي بقى ايه المفروض يتقال، مش نقول ايه كذب في كذب. وشتمته شمس على فكره، انا فعلا انا وشمس كنا فعلا، وعلى فكره بكلم شمس، شمس على موضوع شمس وسعد بره عني خالص، انا ما كنتش موجوده فيه، ما احكمش فيه مين صادق مين كذب، الله اعلم، مش بتاعتي. وست ولا تغلط فيا ولا انا هغلط فيها ماشي. ده بتشتموا شمس، بتشتمي على جوزك او ولادك او الرجاله. اعتمدي يا طنط ام محمود، يعني بلاش تجيبي سيره ناس ما تعرفيهاش، وبطلي تراقبيني، وبطلي تحاربي فيا، وبطلي تدوري ورايا. يعني العين بصراحه مبهدلاني، اقسم بالله العين مبهدلاني. يعني مش عايزه اقول لك كلامي كتير قوي مع الناس، ده غلط يا طنط ام محمود. تكلمي في حالي، طنط ام محمود اختك يا طنط ام محمود مبهدلاني والله. اسمعوا يا جماعه، يعني الست يا جماعه ده الناس دي مبهدلاني. تقول لك انا عندي فويسات اللي بتشتمني، وانا بهدد حد بالفويسات؟ انا اقوم اعمل كده واطلع اقول مش يعني. هو انت بتبهدلي يا ست؟ لا دي سوري سوري سوري، يعني هم كتير ماشي، لاني كلام كتير جدا ومروحش بيه. ف لا ممكن افتح حاجات ما ينفعش ان انا ما اعرفش، مش ما علينا. سيرتي انت ما تعرفنيش يا طنط ام محمود، وبطلي تكلمي صحابي. لو قصدك على الصحاب، انا طلقت او مش طلقتش؟ انا قلت لك يا طنط ام محمود انا ما اعرفش، دي واحده صاحبتك سمعت ان هي اتطلقت من جوزها، عشان استغفر الله العظيم دي قعدت كلام ما اعرفش. انا سمعت قصه كده عن اماني، اماني صاحبه حضرتك اللي كانت تعرف في يوم من الايام. يعني مش عارفه انا اقول ايه، لاني انا مش عايزه اتكلم في حاجات بعيده عن ما علينا. اطلعي يا طنط محمود واجهي، انا بواجه كل الكلام موجود. لو في حاجه عندك اطلعي قوليها، عايزاكي تبقي جريئه يا طنط محمود. وانا بقى نشغل بقيه الفيزات اللي عندي ونشوف. انت دخلتي الناس تحكم، وانا مش بتاعت الكلام ده خالص، انا هسمعهم بس. قافله كومنتاتي، اه قافله كومنتاتي، عشان حضرتك مشلفاني من ناس تبعتي ناس يشتموني شتايم وكومنتات سخيفه. اقفل كومنتاتي، يبقى ست بتحترم نفسها، مش ههزق نفسي يعني. انت حضرتك طلعتي تتكلمي عني يبقى ايه كده؟ المهم انا بنتي، بنتي حته مني اسمها برلانتي، يعني واخده حته مني، فحته مني ما اخدش اسمها. بالنسبه للكومبارسات اللي هم اسمهم على اسمي وبيحق مني، عايزين يطلعوا بقى في اي هسه، عايزين يشتهروا اصحاب حضرتك اللي اسمها على اسمي، ما هي مسلطه هي واخوها، كل شويه يشتموني. مش مشكله عند ربنا، في ربنا استشغل بالي بايه. ده حتى سعد نفسه قال لي لما راح البرنامج لبوبوسي الله يرحمه، قال لك جريت وراحت نفسه سعد عشان تعمل ايه هتشير، يعني عايزه تشارتي على اسم برلانتي عامر، اسمي برلانتي عامر. الاسم ضيق قوي كده، كان في حاجه ليها لازمه شويه. انا ده اسم بنتي، ببدل انا ولادي الاسامي مع بعض، انا خدت اسم بنتي حتى مني. اوكي الاسم ضايقكم؟ لا ما اسمهاش برلانتي، ما اسمي ايه؟ اسمي دودو نذير. وسيره ماما ما تجيش مامتك فويساتها اهي اللي انت بتقولي، لا انا يا جماعه والله ما كنتش حابه الكلام، ما اعرفش يعني، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا بقول بقى يعني خايفه افتح حاجه تبقى فيها شتيمه، لان انا عايزه اعلم تقريبا، مش معلمه عليهم صح الحاجات اللي عندي، معلمه ايه علامات خايفه. اقسم بالله اختها قايله الفاظ، بصي هنا كانت بتقول ايه؟ يا بقى لحد ما جمع لك الاصوات. انا بقول لها ابعتي لي حاجات بتاعت سعد، عماله ابعت لها
تبعتيش بقى حاجه بقى لحد ما اجمع لك الاصوات والحاجات هبقى ابعتها لك، عشان انا مش فاضيه. ما تقعديش تبعتي الوقت عشان ابعت لك الحاجات، عشان اثبت لك بس الكذب بتاعه. سعد الصغير ابن البلد اللي بيتاجر مع رب. تبعتيش بقى، هبعت لك هجمع لك الحاجه بقى هوقع. اطلعي تنص محمود، انا عايزه اواجه حضرتك بحاجات كتير قوي قوي قوي، واللي جاي هيكون تقيل عشان انا ما بجيبش سيره حد، وانت حضرتك بداتي وانا صاحبه حق. كل سنه وانتم طيبين.